النمسا تفشل في تنفيذ 35% من التوصيات الأوروبية لمكافحة الفساد. ارتفاع التضخم بنسبة 9% في تراجع واضح مقارنة بالعام الماضي. محكمة فيينا تعيد فتح قضية تسليم أوليغارش أوكراني إلى الولايات المتحدة. وزيرة خارجية النمسا السابقة تسعى للحصول على الجنسية الروسية. رئيس بلغاريا يزور النمسا لتعزيز العلاقات بعد فترة توتر بسبب شنغن. عرض باب سجن يبلغ عمره 150 عاما في النمسا للبيع في مزاد. سوري يطعن آخر بسبب خلاف مالي في فيينا ثم يفتري عليه. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. كشف تقرير جديد لمجموعة الدول في مجلس أوروبا لمكافحة الفساد أن النمسا لن تتبع توصياتها بشكل كاف. وأشار التقرير إلى أن النمسا لم تنفذ 35% من التوصيات المطلوبة، حيث تعد من بين 8 دول تعاني من ضعف الأداء، من بينها لختنشتاين وتركيا وهنغاريا التي لم تستجب نهائيا. وتشمل التوصيات تحسين أداء القضاة والنيابة العامة والبرلمانيين، حيث لم تنجح حتى في تنفيذ نصف التوصيات المتعلقة بأداء أعضاء البرلمان. ارتفع التضخم بالنمسا في نسبة 9% في مايو مقارنة بالعام الماضي، في إشارة إلى تباطؤ الوتيرة مقارنة بشهر أبريل. وأدى ارتفاع أسعار الإسكان والمياه والطاقة للتأثير على معدل التضخم بزيادة 2.86 نقطة مئوية، وقد شهد الوقود انخفاضا كبيرا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي. أما أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية فقد شهدت زيادة بنسبة مزدوجة، ويعتبر التضخم في أدنى مستوى له منذ يونيو 2022. أعادت محكمة الاستئناف العليا في فيينا فتح إجراءات تسليم الأوليغارش الأوكراني ديمتري فيرتاش إلى الولايات المتحدة. وتتعلق القضية بتهم تزوير تراخيص استخراج التيتانيوم في الهند ورشوة مسؤولين، وقد تم إعادة النظر في القضية بناء على أدلة جديدة بما في ذلك شهادات شهود، مشيرة إلى التلاعب بقضية جنائية تتعلق بشركته الإعلامية، حيث كان الهدف هو تقييد نفوذه السياسي. ومن المتوقع محاكمة فيرتاش في فيينا قريبا. اتخذت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل خطوات إضافية تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ستشارك في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي. وحسب تصريح لكنايسل قالت أنها تفكر في الانتقال إلى روسيا والحصول على جواز سفر روسي. وكانت كنايسل قد تعرضت لانتقادات بسبب علاقاتها المقربة من بوتين وترويجها للدعاية الروسية، ورغم تجنب معظم الدول المشاركة في المنتدى بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ستمثل كنايسل النمسا بشكل غير مباشر. بعد فترة باردة سادت العلاقات النمساوية البلغارية، يستقبل منتدى فاخاو الأوروبي في النمسا رئيس بلغاريا رومين راديف كضيف شرف. ويركز المنتدى على مرونة الهياكل الأوروبية والاهتمام بالبيئة وتعزيز القدرة التنافسية. وقد تكررت الزيارات بين الرئيس البلغاري والمستشار النمساوي، حيث من المقرر أن يلقي الطرفان خطابا مشتركا، فيما لم يبقى فيتو النمسا ضد انضمام بلغاريا إلى منطقة شنغن مشكلة، وسيركز المنتدى على حدود الاتحاد الأوروبي. أعلنت مدينة سانت بيتر اندير أو في النمسا السفلى عن بيع باب سجن قديم يزيد عمره عن 150 سنة ضمن مزاد علني للصناع المستعملة.
تم اكتشاف الباب بالصدفة أثناء عمليات تجديد بناء قديم للشرطة يعود إلى عام 1856، وقد تم الاحتفاظ بالباب الفريد الذي يحتوي على ثقب وفتحة لتمرير الطعام، وسيتم بيع الباب علنا السبت، وستذهب العائدات لصالح المبادرة الاجتماعية ليبنس تراوم لمساعدة المحتاجين في المدينة. قام شاب سوري بطعن آخر في فيينا بسبب نزاع على ديون إيجار مزعومة، فيما قام شهود العيان بمساعدة الضحية ونقلوه إلى المستشفى. وحاول الشاب التظاهر بأنه الضحية، حيث ادعى الشاب أنه تعرض للهجوم، ولكن الشرطة اكتشفت تناقضات في أقواله، حيث تبين أنه هو الجاني لأنه كان يحمل السكين المستخدمة في الهجوم. وقد أنكر الشاب الجريمة، وقد تم نقله إلى السجن لاستكمال التحقيقات، فيما نقلت الضحية إلى المستشفى بعد تعرضه للطعنات عدة مرات. وينطبق هنا المثل القائل: ضربني وبكى، سبأني واشتكى. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم، ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هواتفكم. نهاية أسبوع سعيدة. كنت أنا معكم عبد الرحمن غضبان، وإلى اللقاء.